السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شي هوات وتدابير حبيب الغاوي، كنتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم في وصفة اليوم اللي هي قراش البلديين اللي كيجيو مقومين وكيجيو ولداد بزاف وشاش. كيف كتشوفوا معايا يعني قراشل كيجيو مفشفشين من الداخل وكيجيو رطبين بزاف ولداد ولداد بزاف لأنهم مقومين، وصراحة غادي ينفعوا في المائدة ديال الإفطار ديال رمضان وحتى في السحور. فكنتمنى أنكم تجربوهم لأنهم فعلا كيستحقوا تجربة وكيجيو يعني كيعطيو كمية مهمة. كيف كتشوفوا معايا يعني القراشل من الداخل كلهم مهويين وفيهم دوك الفقاعات، يعني وصفة ناجحة 100%. كنتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة تحضير لهاد القراش لهادو. بسم الله، غادي نحتاج هنايا عندي 4 زلايف ممسوحين ديال الماء، زلفة ديال الحريرة كنعبروا 4 ديال الزلايف باش كتعطينا كيلو ديال الدقيق، يعني زلفة ممسوحة. وكنحتاجو ساشي ديال الخميرة ديال الحلويات مع كيس من سكر لافاني. غادي نحتاج بياض بيضة واحدة، غادي نحتاج القليل ديال الملح على حسب الذوق، ومعلقة ونص ديال الخميرة حبيبات، وغادي نحتاج 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال الزنجلان، ومعلقة ديال النافع اللي رطبتها في الماء واحد الساعة ديال المقانة. غادي نحتاج 2 معالق ديال الزبدة مع نصف كأس ديال الزيت، زيت المائدة، وغادي نحتاج كأس ديال السكر ونصف لتر من الحليب ومعلقة ديال العسل، العسل عادي ديال السكر. هنا يا البنات عبرت بالكأس ديال الشاي. بسم الله، انا خديت الدقيق وضعت فيه الخميرة ديال الحلويات 8 غرام مع الساشي ديال نكهة الفاني. غنضيف الزيت، نصف كأس ديال الزيت مع كأس ديال السكر. غنزيد بياض بيضة، معلقة ديال النافع اللي رطبتها واحد الساعة في الماء اللي كيكون دافي. هنا ضفت 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال الزنجلان. غنزيد معلقة ديال العسل. بالنسبة لهاد العسل هذا فكيعطي واحد اللون، ملي كيطيبو كيجي فيهم ديك اللمعة وكيعطيهم اللون. هنايا كنضيف معلقة ونص ديال الخميرة حبيبات مع 50 غرام ديال الزبدة، ما يعادل 2 معالق كبار عامرين. هنا استعملت الزبدة الحيوانية، ممكن انكم تعوضوها بنصف كأس ديال الزيت. صافي، وضعت الملح وضعت الحليب، نصف لتر ديال الحليب. هنايا البنات انا غادي نعجنها في العجانه، ممكن الا بغيتوا انكم تعجنوها في القصريه. فقط كتجمعوا المكونات ديالكم وكتلكوا العجين ديالكم واحد 10 ديال الدقائق تقريبا ولا 8، ولا ما بغيتوش تدلكوها فقط كتجمعوها وكديروها في واحد البواطه واحد 5 دقائق كتلقاوها ترخفات، كترجعوا عليها كتدلكوها غير واحد شويه صافي كتولي جاهزه. هنايا كيف كتشوفوا معايا بديت كنعجن. بالنسبه للمكونات البنات فجاتني نيشان، يعني نصف لتر ديال الحليب مع كيلو ديال الطحين مع المكونات جاتني هي هذيك. بالنسبه للدقيق البنات فاستعملت فقط الدقيق اللي كنعجنوا به الخبز، يعني ماشي الخاص بالحلويات، لان كيكون الفرق بالنسبه لهذا الدقيق هذا فكيتشرب السوائل عكس الدقيق ديال الحلويات. هنايا العجين ديالي بعد ما عجنته راه كيجي بهذا الشكل هذا، يعني ماشي مرخوف وماشي قاصح، يعني ماشي بحال العجين ديال القرص كيكون خفيف. وكنخمره في المره الاولى، هذا ما كنخمروش نهائيا، مباشره بعد ما كنعجنوه كنشكلوا منه كويرات. انا هنا شكلتهم شويه كبار، يعني قد الكويره ديال المسمنه. ممكن انكم الا بغيتوا انكم ديروا قراش صغار تصغروا الكميه اللي درت، كديروهم يعني فقط قد المشمشه باش ملي تقرصوهم كيجيكم حبات متوسطين.
صافي غادي نديرهم بهذا الشكل هذا، وغادي نحاول انني نبعدهم في اللاطه ديال الفران اللي دهنتها بشويه ديال الزيت. غادي نستمر حتى كنقرصهم كاملين، بالنسبة لهذا القياس هذا فخرج لي 3 ديال اللاطات، يعني تقريبا 22 حبة من القرص. صافي غادي نحاول انني نبسطهم او نقرصهم بهذا الشكل هذا، شكل عادي يعني بحال اللي كنقرصوا الخبز. وحاولوا انكم تبعدوهم لانه مازال غادي يضعف الحجم ديالهم بعد ما كيخمروا، وحتى فاش كندخلوهم من الفران فكيزيدوا كيخمروا وكيطلقوا. هنايا يعني راني قرصتهم مزيان بهذا الشكل هذا. غادي نستمر حتى نسالي الكميه العجين اللي عندي، وغادي نرجع باش غادي ندهنهم. بالنسبه للدهن البنات خديت هنايا صفر بيضه اللي احتفظنا بها، انا فقط استعملت الابيض البيض في العجين. وبالنسبه للصفر بيضه احتفظت به، ضفت عليه هنايا 2 معالق ديال الحليب مع معلقه ديال الخل باش كيحيد لي هذيك الزفوره ديال البيض. وغادي ندهنهم قبل ما يخمروا، هاد النقطه البنات مهمه باش يعني ما يتفشوش لكم وانتم كدهنوهم ملي يخمروا. فالصراحه من الاحسن انكم تدهنوهم وما باقين يعني ما خمرينش. غادي نستمر حتى كندهن جميع القراشل ديالي او العجين. بهذا الشكل هذا حاولوا انكم تدهنوا جميع الجوانب، لان ملي كيخمروا كيزيدوا يعني كيزيدوا هكاك على الجنان. بداك الدهين الا ما دهنتوهمش مزيان كيجيكم بيضين من الجنان. صافي انا خديت شويه ديال الكاوكاو خضر يعني ما قليتوش، دوزتو في الحكاكه ديال المطيشه او لا ديال الطحانه اليدويه اللي كنقولوا ليها. صافي باش كيجيني مهرمش بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهادو فغادي نرش عليهم الزنجلان، صراحه كيجي فيهم الزنجلان احسن من اي حاجه، لا في الشكل ولا حتى في المذاق. هنا يعني كنرشهم مزيان بالزنجلان. وفي هذه الاثناء فراني كنسخن الفران فقط باش يدفى، يعني ما كنسخنوش مزيان غير يدفى، كنطفي عليه العافيه وكندخل ليه هاد اللاطات هادو باش كيخمروا لي دغيا، لان يعني ما عنديش الوقت باش نتسناهم على يخمروا. فقط بهذه الطريقه هذه كتسرعي العمليه ديال التخمار، وإلا عندك الوقت فقط كديرهم في المطبخ ديالك حتى كيخمروا عادي جدا. صافي هنا بعد ما خمروا لي القراشل ديالي او العجين غادي ندخلو الفران اللي كيكون سخون من قبل، وكنقص العافيه وكندير اللاطه ديالي الوسط ديال الفران، كنشعل عليها من الفوق لتحت حتى كطيب لي من جميع الجوانب كيف كتشوفوا معايا. بهذا الشكل هذا كيجيو محمرين وطيبين ورطبين كيف كتلاحظوا معايا، كيجيو مفشفشين وكيف كتشوفوا معايا يعني مهويين من الداخل. فكيجيو رطبين وكيجيو هشاش بزاف ومنسمين لانهم مقومين مع المذاق ديال الزبده والحليب، صراحه كتعطيهم واحد اللذه خاصه، كيجيو بنان بزاف وما تحتاجوش انكم يعني تقدموا معاهم شي حاجه واحده اخرى. يعني تقدروا تاكلوهم هكايا بوحدهم وتقدموا في المائدة ديال الإفطار أو ديال السحور. فكنتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وتخليوا لي لايك وتعليق محفز لمحتوى الفيديو. وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا قناة شيوات وتدابير حبيبة الغاوي تشتركوا في القناة وديروا تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد، يعني جديد القناة. وتبارتجوا الوصفة مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة. وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.